صار واضح جدا الحين. راح نتكلم في هالفيديو عن هالمرض ومراحله المختلفة وشو الأعراض اللي يسببها بالضبط، وراح نتكلم عن التأثيرات اللي ممكن يسويها خاصة على البشر وإمكانية انتقاله لهم وتسبب بوباء عالمي ممكن يدمر الدنيا. وفي آخر الفيديو راح نشوف شوية مقاطع لبعض الحيوانات أو الغزلان اللي تأثرت فيه، فتابعوا المقطع للنهاية إذا حابين تشوفون أهم وأقوى المقاطع اللي تصورت عنه. المرض هذا معروف باسم Chronic Wasting Disease أو CWD، وحاليا رجع يتصدر العناوين خلال الأسابيع الماضية بسبب انتشار بعض القصص والفيديوهات على النت، وأيضا بسبب ملاحظة الناس أن المرض صار ينتشر على الأرض بشكل أسرع من قبل في الفترة الأخيرة، وصار في خوف كبير أنه ينتقل للبشر ويسبب وباء عالمي. المرض هذا صار معروف فجأة باسم مرض زومبي الغزلان. الاسم هذا طلع من أمريكا لأن المرض منتشر عندهم وهم ثقافتهم مرتبطة بالزومبيز بشكل كبير، وبما أن أعراض هذا المرض والتصرفات اللي يسويها المخلوق المصاب فيه تشبه أعراض وتصرفات الزومبي فسموه بمرض زومبي الغزلان. بس طبعا الفرق الرئيسي ان الزومبيز ثقافة الأفلام والمسلسلات لازم يموتون عشان يتحولون لزومبيز وبعدين يرجعون للحياة مرة ثانية، أما في موضوعنا هذا فما في أي مخلوق يموت ويرجع للحياة. المرض حسب كلام الخبراء يأكل في مخ الحيوان المصاب ويصنع فيه ثقوب أو فتحات، ولما يوصل الحيوان لهالمرحلة تبدأ تصرفاته تصير غريبة. أول شيء يفقد الخوف تماما، ما يصير يخاف من أي شيء، عادي لو شاف أسد يرمي نفسه عليه، فبطبيعة الحال ما صار عندهم خوف من البشر. حتى تحركاتهم ومشيتهم تصير غريبة، أحيانا بطيئة وأحيانا سريعة، وأحيانا بتحصلهم يتحركون بشكل دائري وغريب كأنهم عايشين حالة دوخة، وغير بعض الحالات المتقدمة اللي تحصل أجسامهم كلها أورام وتخلي أشكالهم شوها جدا بشكل فظيع، عشان كذا طلعت تسمية الزومبي. وفي كثير من الحالات أدمغتهم تصير ما تقدر تحلل اللي عيونهم قاعدة تشوفه، فتحصل الحيوان مثلا ما قادر حتى أنه يشرب مع أن الماء قدامه وهو عطشان وعنده القدرة العضلية أو الجسدية أنه يشرب، بس مخه ما قادر يستوعب أو يحلل الوضع. فبعض المشاهد اللي في هالمقطع جد بتكون محزنة أكثر مما أنها مخيفة. المهم المرض هذا مش شيء جديد، أول حالة تم توثيقها كانت في سنة 1967 في ولاية كولورادو الأمريكية، ومن وقتها انتشر المرض في أكثر من 20 ولاية في أمريكا، وما بأمريكا بس، حتى في دول ثانية مثل كندا والنرويج وفنلندا وكوريا. المشكلة في هالمرض إنه مرض ما تقدر تتخلص منه، ما في أي علاج معروف له، فكل ما كانت في غزلان مصابة بهالمرض موجودة في البلد هذه راح يظل المرض ينتشر ما بينهم، وراح تصاب فيه غزلان أكثر وأكثر، خاصة أن هالمرض من أسهل الأمراض المعدية اللي ممكن تنتشر بكل سهولة بطرق كثيرة جدا، يعني ممكن ينتقل عن طريق الدم أو البول أو الفضلات أو حتى اللعاب، والأسوأ أن هالمرض ممكن ينتقل عن طريق حقنة في التربة أو الماء أو الأكل، فلو كان في إنسان سيء يريد ينشر هالمرض راح يقدر ينشره بكل سهولة. وحاليا الطريقة الوحيدة اللي موجودة عند الأمريكان عشان يحدون من انتشاره هي عن طريق الصيد. الصيد هو الشيء الوحيد حاليا اللي ممكن يحد أو يسيطر على انتشار المرض ولو بشكل محدود، على الأقل شيء أحسن من لا شيء. الحين ننتقل للسؤال اللي الكل ينتظر جوابه، هل ممكن هذا المرض ينتقل للبشر أو يأثر عليهم؟ هل ممكن البشر يدخلون في حالة تشبه حالة مرض الزومبي عند الغزلان؟ هذه واحدة من أكبر المخاوف اللي سببها انتشار المرض في الفترة الأخيرة. كثير من الناس حاسين أن هذا المرض ممكن يسبب وباء عالمي ويدخل العالم حالة الأباكليبس أو الانهيار مثل ما نشوف في الأفلام والمسلسلات، وهذا أعتقد واحد من أهم الأسباب اللي خلى الموضوع ينتشر أصلاً الفترة الماضية، خاصة أن انتشر مقطع مصور من كاميرات واحدة من البيوت لشخص قاعد يحاول يكسر باب البيت بطريقة جنونية، وانتشر الكلام عنه أن هذا أول شخص في العالم مصاب بمرض زومبي الغزلان. فخلونا نشوف المقطع مع بعض. طبعا إلى الآن الأبحاث والدراسات قاعدة تأكد أن مرض زومبي الغزلان ما ينتقل للبشر، لكن في نفس الوقت دائما يحذرون أنه يفضل الابتعاد عن أي حيوانات أو غزلان مشبوه فيها أنها مصابة بالمرض، لأن الفيروسات دائما عندها الإمكانية أنها تتحول أو تتطور وتطلع مرض جديد. وفي دراسة حديثة من مركز أبحاث ألبرتا برايون الكندي يقول أن في إمكانية أن الفيروس هذا ينتقل للبشر فعلا،
ما أعرف شو التفاصيل بالضبط أو كيف، بس نتيجتهم كانت إن في إمكانية خاصة عن طريق أكل الحيوانات المصابة، بس ما تم التوثيق أي حالات حقيقية لإنسان انتقل المرض هذا أو تأثر فيه. فيعني على الأغلب الفيديو اللي شفناه قبل شوي إما إنه يكون تمثيل أو إنه مقطع لحرامي سكران أو شيء من هالقبيل وما له أي علاقة بموضوع المرض هذا. طيب بعد ما تعرفنا على المرض راح ننتقل لبعض المقاطع اللي انتشرت لبعض الغزلان المصابة فيه ونشوفها مع بعض. أول مقطع في واحدة من مواقف السيارات لهذا الغزال اللي قاعد يدور حوالين نفسه كأنه دايخ، بعدها وقف للحظة شوي كأنه قاعد يستوعب الوضع. بعدين رجع يدور مرة ثانية ويطيح كل شوي وظل يترنح على هالحالة. بعدها وقف شوي وبدأ لعابه يطيح من فمه حتى اللي صوره بعد عنه بسرعة، وبعدها راح الغزال وركض بعيد وطلع من المكان. المقطع اللي بعده صوروه في واحدة من المدارس في ولاية آيوا الأمريكية، ومثل ما تشوف الغزال واقف برا الباب الزجاجي وقاعد يتصرف كأنه محتار، وبعدها بدأ يهجم على الزجاج ويضرب راسه فيه مثل المجنون. المقطع اللي بعده انتشر على الفيسبوك لشخص قاعد يصور غزال، واضح ان المرض مستشري عنده لدرجة متقدمة، وجهه وجسمه متروسين بالأورام الغريبة، وواحد من الأشخاص في الفيديو راح يرمي له أكل والغزال ظل يأكل منه بهدوء على غير العادة بدون ما تكون عليه علامات جنون أو دوخة مثل اللي قبله، مع ان حالته الخارجية تبين ان وضعه أسوأ منهم. الشيء الغريب ان المفروض الغزلان اللي مصاب بهالمرض أصلاً ما تقدر تستوعب كيف تاكل، فهذا الغزال بالذات حالته غريبة. وطبعا هالناس بعد حالتهم غريبة، لانه لو مثلا انا كنت مكانهم كان ركضت من المكان باسرع ما عندي واتصلت بالشرطة او باي جهة مسؤولة تتعامل مع الوضع بدل ما اقعد ااكله. المقطع اللي بعده عندنا لهذا الغزال اللي بس قاعد يدور حوالين نفسه بدون ما يحس باي شيء حوالينه، قاعد يدور ويدور كأنه ما قادر يوقف. يعني طبعا اتوقع هذا بيكون من الالم اللي قاعد يحس فيه، يعني تخيل في فيروس قاعد ياكل مخك، فطبيعي انك راح تتصرف بشكل جنوني وما راح تعرف كيف توقف نفسك عن الحركة لحد ما جسمك يصير هامد وعضلاتك ما تقدر تشلك. ونفس الشيء عندنا هذا الغزال اللي في الغابة مثل ما انتم شايفين يعاني من نفس الاعراض، قاعد يدور حوالين نفسه ويلف رقبته بشكل عنيف جدا كأنه يريد يكسرها. يعني من جد مشهد محزن، تحسه كأنه قاعد يحاول يقتل نفسه من الألم اللي يعانيه. المقطع اللي بعده صوروه مجموعة من الشباب كانوا طالعين طلعة في واحدة من الغابات، لما اقترب منهم غزال واضح عليه انه هزيل جدا وحتى صار يطلع اصوات غريبة في البداية. بعدين قرب منهم بدون اي خوف وظل يمشي ببطء، وكان واضح عليه انه جيعان وعطشان بس ما قادر يستوعب كيف ياكل او حتى كيف يشرب الماي، مع ان عقله خلاه يوصل لعند الماي بس وظائف مخه الاساسية خلاص راحت وما قادر يحل الوضع او يتعامل معاه وما قادر يستوعب كيف يشرب. المقطع اللي بعده جدا مقزز، الغزال هذا عنده ورم ضخم وواضح في وجهه، بعض الناس حتى كانوا يحسبون ان مخه طالع من راسه ومتورم، بس على الاغلب كان بيكون ميت لو كان هذا مخه فعلا. وبصراحة هذا الغزال بالذات فعلا يستحق لقب الزومبي بس من شكله الخارجي. المقطع الأخير اللي عندنا واللي هو على ما أعتقد أكثر مقطع انتشر الفترة الماضية ويمكن هو يكون واحد من الأسباب الرئيسية اللي خلت الموضوع يطلع على الساحة مرة ثانية ويشتهر بالشكل هذا في الفترة الأخيرة مع أن المرض قديم. المقطع لمجموعة من الصيادين صوروا غزال قاعد يمشي في الغابة وفي أورام كثيرة، وكان واضح مثل الحالات الماضية أن المرض مستشري في جسمه، بس كان يتحرك أيضا بشكل شبه طبيعي ما كان قاعد يسوي حركات غريبة، وحتى بعد ما الصيادين أطلقوا عليه السهم كانت ردة فعله طبيعية، يعني حس بالألم وهرب وبعدها طبعا طاح متأثر بالسهم اللي اخترق جسمه، وحطوا الصيادين قدامهم وبدوا يتفقدون جسمه ويحللون الوضع والأورام اللي فيه. أنا ما راح أحط الفيديو كامل بس تقدر تشوفه أو